الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات قناة تربية بيتي للطيور والأرانب. النهاردة زي ما اتكلمنا عن عيوب ومميزات التربية الأرضي، أكلمكم النهاردة عن عيوب ومميزات التربية ببطاريات وسلكات، لأن زي ما قلت لكم كل حاجة لها عيوب ولها مميزات. لكن ما تنسوش تدوسوا على زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل الفيديوهات، لأن احنا إن شاء الله هنعمل سلسلة تبدأ فيها من الصفر لحد الاحتراف في تربية الأرانب. تابعوني بعد الفاصل. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مرحبا بكم من جديد. التربية من أفضل مميزات التربية في بطاريات أو في أقفاص أو في سلكات زي ما بتسموها عندكم، هي قلة أو التحكم في انتشار المرض. يعني إيه التحكم في انتشار المرض؟ يعني حضرتك أنت لو بتربي تربية أرضي ولا قدر الله مش بتلاحظ الأرانب عندك، ممكن أو أرنب لا قدر الله اتصاب بجرب او اتصاب ببرد او اي حاجه من الامراض او اي مرض من الامراض اللي بتنتشر بسرعه، ممكن تلاقي في لحظه القطيع كله عندك بقى عيان او بقى مريض واتصاب بنفس المرض. فبالتالي بيبقى التحكم في سرعه انتشار المرض في التربيه الارضي بتبقى صعبه شويه. ايه بقى مميز ليه هنا؟ التربيه ببطاريات او سلكات او اقفاص بتلاقي سرعة انتشار المرض قليلة جدا او ضعيفة جدا. ليه؟ لان حضرتك كل ارنب بيبقى في مكان لوحده على حدة، بتخش الارنب بتحط له اكلك فبتاكله، فبتلاقي انت يعني بتبقى واخد بالك من الارنب، بتشوفه كويس قدامك، لا قدر الله اصاب باي اصابة بتبدأ تعالجه وبتبدأ تديله علاجه عشان ما ينتشرش المرض بسرعة. هو بينتشر، يعني اذا انت ما قدرتش تتحكم في او ما قدرتش تعالجه بسرعه بينتشر برضك، لان في امراض كتير بتنتشر بسرعه زي البرد وزي الجرب. فانت لكن التحكم فيه في التربيه في البطاريات او السلكات افضل من التربيه الارضي. فبالتالي دي ميزه انا بعتبرها من اهم مميزات التربيه على الارض. طيب، تاني ميزه وهي قله اهدار الاكل. ودي طبعا يا جماعه في ظل الظروف اللي احنا فيها وظل غلو العليقه او العلف، دي برضك تعتبر ميزه في التربيه في البطاريات. ليه؟ لان انت بتخش الارنب بيبقى ليه علافه معينه، يا دوبك بيمد بقه عشان ياكل وخلاص، ما بيقدرش نحكش في الاكل او يبحتر فيه. انت ممكن تتفادى العيب ده في التربيه الارضي انك تعمل له علافات او زي ما انا عامل كده حاجه بالصاج كده، ما تخلوش يرمي الاكل بره. لكن هي مميزه في التربيه، هي تعتبر ميزه في التربيه في بطاريات او السلكات. طيب، ميزه ثالثه التحكم في التلقيح. يعني ايه التحكم في التلقيح؟ يعني انا بقدر اتحكم امتى الارنبه تتلقح وامتى الارنبه ما تتلقحش، امتى الارنبه تولد وامتى الارنبه ما تولدش. دي تعتبر ميزه بعيدة شوية عن التربية الأرضي، لأن التربية الأرضي طبعا الذكر بيبقى مع النتي على طول، مجرد إن الأرنب تولد النهاردة مثلا خلال 24 ساعة بتكون اتلقحت. هي تعتبر ميزة وعيب. يعني هي ميزة لأن هي أنت عايز النهاردة أرنبة مثلا، نفترض إن هي ولدت 8 9 10 مثلا، فبتديها يومين ثلاثة أسبوع مثلا يعني، وتيجي تلقحها. التربية الأرضي ما ينفعش الكلام ده. التربية الأرضي أنت مثلا الأرنبة ولدت بالليل، أنت هتقعد جنبهم طبعا، فهي مجرد انها بتخرج بعد الولاده بتبقى اصلا الخصوبه عندها بزياده. الارنبه بتبقى في شده الخصوبه بعد الولاده مباشره، فبالتالي بتتلقح على طول بعد الولاده وبالتالي بتجيب عدد افضل. لكن في التربيه السلكات انت طبعا بتتحكم في الموضوع ده، بتقدر ايه تقول اخلي الارنبه دي 3 4 ايام تريح بعدين ابدا القحها. دي ميزه برضك. طيب، خد بالك انت ممكن برضك، هو عيب في التربيه الارضي لكن انت ممكن تتحكموا فيه. زي ما انا قلت لكم، انت ممكن لو عملت للذكر مكان لوحده تبقى انت اتحكمت في الموضوع ده، لكن هو يعتبر ميزه وعيب زي ما قلنا. وطبعا كل واحد بيرجع لطريقته في التربيه. طيب، ايه تاني عندك برضك؟ تحديد النسب بين الارانب. انا ليه مهتم بتحديد النسب للارانب؟ لان
هو طبعا الارنب الحيوانات عامة بيبقى فيها مشاع في التزاوج بينها، لكن لو انت عايز الارانب عندك تديك عدد اكبر من الولدات او عدد اكبر من الخلفات، يكون صلة القرابة بين الذكر والنتاية مفيش بينهم صلة قرابة، فانا بالتالي في السلكات بقدر اتحكم في الموضوع ده، وبقدر اعرف الارنب ده الارانب ديت تبع انه ذكر وانتهى، والارانب دي طبعا انه ذكر وانتهى، فبقدر اتحكم. ولما اجي لو انا هعمل احلال فيهم طبعا، وده هو ده المهم في الموضوع ده، صله النسب، لو انا هعمل فيهم منهم احلال هقدر اجيب مثلا ذكر من اب وام تانيين وانتهى من اب وام تانيين، اقدر اعمل بينهم تزاوج. لكن ان انا اجيب هم هيولدوا، يعني لو جبت ذكر واب ذكر وانتهى من نفس الام ونفس الاب هيولدوا ويتلقحوا، لكن انتاجهم هيبقى قليل. يعني انت جرب كده مثلا، لو عندك ذكر وانتهى من نفس الـ الولدة، يعني من اب وام، لقحهم كده وجرب شوف عدد الولدات قد ايه، ولقح نفس النتاية بعد المرة اللي بعديها من ذكر غريب عنها، هتلاقي الانتاج افضل في العدد وفي الحجم. فده مهم جدا في التربية، او مهم جدا في موضوع النسب في الارانب. طيب نيجي حاجه تانية، نيجي بقى نتكلم عن عيوب التربيه في سلكات. من عيوب التربيه في سلكات يا جماعه هي ان هي مكلفه جدا جدا جدا. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا راجل عايز اربي ارنبين ثلاثه في بيتي، اكل منهم، او لو فاض عندي ابيع منهم، مش هروح اجيب مثلا سلكه ب1000 ولا 2000 جنيه عشان اربيهم، ده غير طبعا تمن الارانب وغير الكلام ده كله. فبالنسبة يعتبر ده من اهم عيوب، او من يعني من العيوب القوية جدا في تربية الارانب في بطاريات او سلكات او اقفاص. من العيوب برضك التانية ان الارانب في السلكات طبعا احنا زي ما قلنا الارانب تولد انت بتبدأ تلقحها زي في الوقت اللي انت عايزه، ده برضك عيب. ليه؟ الأرنبة مثلا مش شرط ان الأرنبة اتلقحت فهي معنى كانها مسكت عشر، فانت بتعرف امتى؟ بتعرف بعد اسبوع او 10 ايام لما تيجي بتجس الأرنبة. فالأرنبة لو جستها وما لقتهاش اتلقحت او مسكت عشر بتضطر ترجع تلقحها تاني، فانت خسرت المدة دي، خسرت 10 ايام عشان الأرنبة ما اتلقحتش. في التربية الأرضي بقى هنا العكس، التربية الأرضي الأرنبة بتتلقح، ضمان تلقحها بيبقى 100%، والفتره اللي بين التلقيح الاول والتلقيح الثاني هي 24 ساعه. بمعنى ايه؟ يعني الارنبه النهارده ولدت طلعت تلقحها ما مسكتش عشر، ثاني يوم على طول الارنب بيلقحها، لان الارنب بيروح يشمها، هي الارنب ذكر على طول عشان هو معاهم بيروح يشمها، فبالتالي بيلقحها اذا ما كانتش مسكت عشر. دي من ضمن عيوب التربيه في سلكات. من عيوب التربيه في السلكات برضك زي ما قلت لكم كتر مرض الانتفاخ او الاسهال بيصيب الارانب اللي في سلكات اكتر بكتير من الارانب اللي بتتربى على الارض. ليه؟ لان الارنب طول ما هو بياكل وتنيه واقف وحركته محدودة، فبالتالي بيصاب بمرض الانتفاخ او الاسهالات، فدي مشكلة. لكن طبعا احنا زي ما قلنا احنا ممكن نقضي عليها بشوية اعشاب عشان نقضي على الموضوع ده، تمام كده طبعا في الارض. لكن في الارض دي الارانب طول ما هي بتاكل وتتحرك بتبدأ ما بيجيلهاش انتفاخ ولا بيجيلها امراض الاسهال. طيب الموضوع ده برضك زي ما هو عيب في التربية في سلكات هو ميزة، وميزة قوية جدا. ليه؟ لان زي ما قلنا قبل كده ان الارنب طول ما هو بياكل وحركته محدودة سرعة تحويله بتزيد معاك. فزي ما قلت لك بالنسبة للتربية في سلكات دي عيب وميزة، بالنسبة للتربية الأرضي دي عيب وميزة، والشاطر اللي يقدر يجمع بينهم صح، وخاصة اللي بيربي تربية أرضي كده. تقريبا دي العيوب ودي المميزات بتاعة التربية في بطاريات أو سلكات أو أقفاص. يعني زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة، كل حاجة في الدنيا لها عيوب وليها مميزات، والشاطر اللي يقدر يتفادى العيوب ويستغل العيوب ويحولها مميزات عشان يربي بأقل الإمكانيات والتكاليف. ما تنسوش الاشتراك في القناة، ما تنسوش تدوس على زر الجرس عشان يجيلكوا كل الفيديوهات،
عن سلسلة تربية العيال من الصفر لحد الاحتراف. واتمنى لكم التوفيق اينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.